طنجة كيعرف المؤسسات خصو يكون عاش شاف بلي نحيد 10 سنوات واحد جال الصحافة البارح غيطلع في المجلس الوطني اليوم كاين إشكال وبالتالي هادشي كنتو كنا عارفين هادشي هذا والانتخابات مرت في أجواء سليمة أنا مش قلكم تفاجأت أنا فرحت لأول مرة ولا كتعرفوني تعاملت الانتخابات أول مرة كان شعر الدولة ما تدخلش أول مرة كان شعر أن الدولة بغى هذا المجلس الوطني لأن تهيئ لها عبء تهيئ بغى تخلص من واحد العبء عندها من الأحسن الصحفي يعاقبوه صحابه ما يعاقبوش البوليس ولا القضاء باش هي البطاقة المهنية أنا ولا أنا عضو لجنة البطاقة المهنية ديال الصحافة اللي كتعطي البطاقة سولوني قلكم أنا كنعرف 70% اللي كتعطيهم 30% والله ما عارفش شكون كيعطي ديك البطاقة ما عارفش البطاقة منين كيخرجوا لأنه القانون كيقول الوزير هو الذي يمنح البطاقة بعد استشارة اللجنة ما كيستشرونهاش كاين بطاقة كيتعطى ماشي كنتهم شي جهة ولكن أنا غادي كونستا عندي كاين ناس عندهم بطاقات ما عرفتهمش ملي غتولي المجلس الوطني هو اللي كيعطي بطاقة الصحافة المهنية مهم وأساسي جدا بطاقة القطار المجانية ما كنعرفوش كاين المؤسسات كياخذوا الكوطة ديالهم ولكن علاش مدير وكالة المغرب العربي للأنباء عنده بطاقة القطار المجانية هو كياخذ 16 مليون كياخذ 16 شهر في الأجر ديالو عنده حوالي 6 مليون في الشهر هذه بطاقة دارت الصحفيين باش يمكن علاش شنو علاش كياخذ هذه البطاقة وعلاش وبالتالي تشغل يتنظم خطير جدا بالنسبه لبعض الجهات ان هادشي غادي يتنظم اخلاقيات المهنه غتولي اخلاقيات مهنه ما غنسامحوش الموقع الذي لا يحترم اخلاقيات المهنه سيتم التصدي اليه اتهمتي بالسرقه خصك تجيب الادله سيدي الساق دويتي على الزوجه ديالو ما عندهاش الحق دوي على الزوجه ديالو ديك الحياه الخاصه ديالو ما عندهاش الحق دوي على علاقته الخاصه انت هذاك رئيس مجلس بلدي راقبوه في الاداء رئاسه المجلس البلدي نقطه اول سطر من دول ديال الصحه راقبوا في الوضع الصحي ما عندكش الحق توصل من بناتو وولادو اللي عمل هادشي غيتوقف وغينتهي هاد العبات في البلاد ولا ما انتهاش غنقدموا استقالتنا من هاد المجلس الوطني لان هذا الدور الاساسي ديالو خاص هاد المشهد يتنظم وحنا عارفين كاين اللي خايف ما باغيش هاد المشهد يتنظم ولكن حنا غندخلوا باش ننظموه نقطه اول السطر ما عندنا خصومه مع حد نهائيا وكنقبلوا كل التعبيرات والاحتجاجات اللي وقعت وكنعرفوا كلشي كنعرفوا واحد ملي ما كينجحش كتكون عنده ردة فعل واحد ملي ما كينالش المراد ديالو كتبقى ردة فعل نحن نتفاهم هذه ردود الفعل ونعتبر ان هذه تصرفات طبيعيه ولا تغيضنا ولا تتسبب لنا اننا في الحقد على شي حد ابدا ولو انهم قصونا في الزواج ديالنا وفي بناتنا وفي عائلتنا نحن نتفاهم هادشي هذه ردود فعل والهدايه لنا جميعا لان حتى حنا يمكن كنا غلطنا في مستوى من المستويات الكمال لله سبحانه وتعالى ولكن خصنا ندفعوا هادشي للامام خص المجلس الوطني يخرج اذا المجلس الوطني سيخرج الى الوجود ونبشركم انه الاجتماع اللي غيكون في هذا الموضوع هو في القريب العاجل تقدموا 11 طعن للمحكمه في الانتخابات اليوم صدر اخر حكم في الطعون ترفضت كل الطعون واما كان تيقوا في هذا القضاء ولا ما كان تيقوش فيه وحده من جوج يقولوا لنا لا كان تيقوا في هذا القضاء اذا القضاء الاداري قال الكلمه ديالو اليوم اخر حكم شكون هذه الاحكام شكون رفعها صحفي وكاله المغرب العربي للانباء بتحريض من مدير وكاله المغرب العربي للانباء واش كاين عباد الله شي واحد مدير ديال وكاله الانباء رسميه كينشر مقالات تسيء المجلس الوطني اللي باغي جلاله الملك وباغي الدوله تخدم مؤسسه عموميه خصك تكون محايد كيفاش كتسب في المجلس الوطني وفي النقابه الصحافه والمجلس الوطني الموجود في الدستور وجلاله الملك والحكومه باغين هادشي وهذيك القصصات ديالو كتمشي للخارج انت تشوه جهود تمارسها وتقوم بها الدوله المغربيه وانت موظف سامي من موظفي الدوله ولكن في الحقيقه انت من بقايا زمن الرصاص ودرس مصري ولا تخيفنا وسنتصدى لك بما يجب في اطار القانون ما كنخافوش كن مدير وكاله ولا مدير وكوله ولا كن شكون ما بغيتي انت مجرد مسؤول فاشل في تدبير القطاع كيهمناش ترشحتي تكون المجلس الوطني ترفض الطلب ديالك لانه ما يمكنش واحد مدير مؤسسه عموميه يترشح ولجنه الاشراف من يراسها قاضي ماشي حنا وفيها المجلس الوطني لحقوق الانسان وفيها جمعيه المحامي وبالتالي انت ماشي ناشئ انت مدير مؤسسه اعلاميه الا عندك عداء مع الاحزاب وعندك عداء مع النقابات وعندك عداء مع المجتمع المدني نخبرك رسميا ان حتى الشعب المغربي
وهاد المهني راهم عندهم عادة عليك وغيتصداو ليك، ما كنخافوش منهم حتى الموضوع. والمجلس الوطني غينجح بكل المقاييس، غينجح المجلس الوطني. النقاش ديالنا مع الفيدرالية الناشئين هو نقاش إيجابي جدا. نحن نتعاون مع فيدرالية الناشئين ونعتبرها واحد المؤسسة شرعية وأساسية، وكل المسائل اللي غيمكن تطرح سندبروها فيما كما دبرنا العديد من الملفات الثقيلة مع فيدرالية الناشئين وغير فيدرالية الناشئين. إذا الخلاصة أننا ما عندنا عداء مع حد نهائيا. الزملاء اللي كتبوا ما كتبوا نحن لا نلومهم على هذا الأمر، نعتبر ردود فعل طبيعية. نحن نتوق إلى المستقبل. هذا المجلس الوطني خصو يكون، هذا هو التحدي اللي خصنا. هذا المجلس الوطني خصو يكون. إلا كان أنا كنأكد أن واحد المنسوب كبير ديال ليديكا اللي موجودة في المجتمع غيولي من حقك السي أيو تلتجأ للمجلس الوطني، لأنه واحد الموقع كتب ضدك بدون ما يتوفر على أدلة، وغيستدعي المجلس الوطني وغيشوف الأدلة ديالو اللي كتب عليك السي أيو واتهمك بما اتهمك. إلا عنده الأدلة تبارك الله، ما عندوش الأدلة العقوبة الإنذار التوبيخ السحب المؤقت للبطاقة ثم المنع من الدعم حرمة من الدعم، ومن حقك تأخذ هذا الملف للمجلس الوطني وتمشي به للقضاء وغتكون معزز بواحد الملف أساسي. إذن كاين ناس ما باغيينش المجلس الوطني، وحنا فاهمين هادشي، فاهمينو مزيان، فاهمينو مزيان. راني ملي قلت قبيلة كاين أشخاص في المواقع ما عندهم وسائل الإعلام ديالهم، راني عارف اش كنقول، ولكن نعتبر أن الدولة عندها إرادة طيبة وجيدة، وأن هناك حرص على إخراج هذه المؤسسة. سنبدو القصارى بالجهد ديالنا باش هذه المؤسسة تخرج في أبهى صورها، باش يمكن هذه الذي قال لنا ينقصوا. لا تنشغلوا كثيرا بعض الأمور، واحد جوج ولا ثلاثة المواقع يكتبوا الله يكمل لهم بخير يكتبوا، ولكن هذه انتخابات جرت انتخابات، واللائحة ديالنا حصلت على 918 صوت، واللائحة المنافسة ثاني واحد حصل على 19 صوت، واللائحة الثالثة حصلت على 18 صوت. هذه نتائج شرعية طعنتوا فيها في القضاء، القضاء قالكم طعنكم مرفوضة على شو علاش. إذا عندنا شرعية انتخابية منتهية، كاينش فيها.